أبو صبحي، بدي تحدثني عن أيامات زمان. حضرتك من المعمرين في يافا، صحيح؟ يافا كانت تيجي فيها عمال أغراب، مصريين، سوريين، أردنيين. يافا كان فيها مصانع كتير، مناسج يعملوا أواعي، معامل بلاط، معامل حديد. والله ما كان بيت له مفتاح، بق الباب يروح على الكرم. يافا ام البردقان، يسافر على اوروبا كل بردقان يافا. فلسطين وصلت 30 مليون صندوق. نكبة 48 كيف بتلخص لنا اياها؟ نكبة 48 نزل على يافا صواريخ بدائية، بديش ابالغ، اما اكثر من 4000 صاروخ. ما ضلش بيافا الا البسس، عن طريق البحر، عن طريق الشط، عن طريق اللد. يا بي قامت القيامة. راح كنت حاسس بهديك الوقت؟ يعني كنت تطلع كل حواليك، بلدك والايام الحلوة وكل ذكرياتك عمالها بتنهد قدام عينيك والكل عم بيطلع، شو كان شعورك؟ انا بحكي عن هجرة يافا وبأصير اعيط. خلص هلا ما تسألنيش. كفي رئيس، يعطيك الف عافية رئيس، شكرا لك. قتل بتقتل. طب اخر اشي شو بتعني لك يافا؟ ان سبيتي ابوي يمكن اسامحك، ان غلطتي بيافا لبقيت عمري بسامحكيش. صفينا مثل المقاطيع وعايشين يتيم وعايش عمائدة لئيم. أخذوا أرضنا وأخذوا بيوتنا وهدوها عروسنا، حدش سأل فينا. بس لساتها يافا شفنا أحلاها. بعد هالدار تبكي على حبايبها.